الجنة، ده يوم هنعيشه في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. الحقيقة وإحنا بنتكلم عن نعيم الجنة واللذائذ اللي موجودة في الجنة والمتع اللي موجودة فيها، لازم نفرق بين حاجتين، بين النعيم الجسدي وبين النعيم المعنوي. في الدنيا واحنا عايشين يقول لك فلان ده مثلا عزمك على الغدا، فيقول له لقيني ولا تغديني، عاملني معاملة كويسة، ابتسم في وشي، استقبلني استقبال كويس، وما يهمنيش هتأكلني ايه. حتى زي بيقولوا في المثل كده عندنا في مصر، بصلة المحب خروف. الحاجة التانية، ممكن تلاقي انسان مثلا في الدنيا يقول لك انا ما يهمنيش اسكن في قصر ولا اسكن في عشه، ما يهمنيش اركب عربيه ولا امشي على رجليا، المهم ان انا اكون مرتاح نفسيا، اكون متمتع معنويا، تكون نفسيتي عاليه، اكون حاسس بسعاده في قلبي، اما الامور الماديه ما تفرقش معايا. نفس الكلام في الجنه، في نعيم للجسد وفي نعيم للقلب، نعيم للأحاسيس والمشاعر، تخيلوا. والنعيم المعنوي دوت في الجنة أعظم بكتير 1,000,000,000 مرة من النعيم الحسي والجسدي. وفي المقابل تجد مثلا على سبيل المثال، ربنا يعافينا وعافيكم، أهل النار نفس الحكاية، ليهم نعيم جسدي، لأن الناس فاكرة أن أهل النار فقط هيبقى عذاب النار هو عبارة عن نار ووديان النار والحيات والزقوم والغسلين والغساق والحياة دي كلها. مش ده بس العذاب، لا، ده أهل النار ليهم عذاب معنوي يمكن اتكلمنا عنه قبل كده في عجلة سريعة كده. أهل النار ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، مثلا كلما دخلت أمة لعنت أختها، يبقى واحد دخل النار وواحد عدوه هو كمان برضو دخل النار، والاثنين عمالين عياذا بالله بيشتموا في بعض ويسبوا بعض جوه النار، يبقى عذاب معنوي فوق عذاب النار. حاجة تانية، إن بعد ما يخرج الموحدون من أهل الإيمان اللي كانوا بيعذبوا ببعض ذنوبهم في النار، لما المولى عز وجل يغضب لهؤلاء المؤمنين لما يقول لهم الكافرون يعني ما أغنى عنكم إيمانكم ولا إسلامكم، أنتوا آمنتوا وإحنا كفرنا وإحنا الاثنين في النار، فيغضب المولى عز وجل لهم فيأمر بإخراجهم من النار إلى الجنة. فهنا يحبس كل واحد من أهل النار المخلدين، يحبس في مكان واحدة، فيظن إن هو الوحيد اللي فضل موجود في النار وإن أهل النار كلهم خرجوا، فيبقى عذاب معنوي وعذاب شديد جدا على قلبه، إن هو فاكر إن هو الوحيد اللي محبوس، فيظن إن هو مسجون في النار لوحده، مع إن هو محطوط في النار وغيره محطوط، بس ده سجن انفرادي وده سجن انفرادي زي ما بيقولوا، ده عذاب معنوي. لكن أشد عذاب معنوي بيعاني منه أهل النار، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، هو حجبهم عن رؤية وجه الله. قال جل في علاه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ده أشد عذاب. ومن أنواع العذاب برضو الشديد على أهل النار، ربنا يعافينا وعافيكم، اللي هو فقدان نعمة التسلية، التسلي. الإنسان في الدنيا ممكن يمرض، ولما بيقعد في البيت لوحده بيشعر بألم شديد، طب خد نفس المريض ده ودخله مستشفى، لقى نفسه في عنبر فيه 30-40 واحد عندهم نفس المرض بل أشد، فأول ما يجي يقول يلاقي اللي جنبه برضه بيتأوخ، واللي قدامه واللي جنب جنبه، يقول يعني أنا مش لوحدي، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله، فيشعر بنعمة التسلي. واخد بالك؟ زي ما الخنساء كده لما مات اخوها وقالت: يذكرني طلوع الشمس صخرا، اخوها كان اسمه صخر، واذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. بتقول لولا ان انا عارفه ان في غيري برضو ناس كتيره اخواتهم ماتوا، كنت انا قتلت نفسي وظننت ان انا الوحيده اللي اخويا مات. وهكذا نعمه التسلي. في النار بقى ما فيش بقى تسلية. ليه؟ لأن كل واحد فيهم بيظن إن هو محبوس في النار لوحده، لأن كل واحد فيهم يتحط في سجن انفرادي، وده من العذاب المعنوي. في المقابل بقى، احنا حديثنا عن الجنة مش عن النار، أهل الجنة ليهم فوق النعيم الحسي اللي احنا كلنا عارفينه، إنه في الجنة بينعم بأحسن أكل وأحسن شرب والحور العين والأشجار والأنهار وإلى غير ذلك من المتع التي لا تخطر على قلب بشر. لكن كل المتعة دي تذوب ولا تساوي ذرة في النعيم المعنوي لأهل الجنة. تعالوا نسأل النبي عليه السلام عن النعيم المعنوي لأهل الجنة. الحاجة الغريبة اللي ممكن تستغربوا لها النهاردة، إن النعيم المعنوي لأهل الجنة
ثمن أنواع من النعيم بعدد أبواب الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا النعيم اللي هذكره النهاردة ده أنا ذكرته في الدروس اللي فاتت كلها تقريبا، ولكن بشكل متفرق. أنا بجمع كل ده في درس واحد عشان نعرف أن كل دوت هو النعيم المعنوي لأهل الجنة. أول نعيم معنوي لأهل الجنة هو نعمة الخلود في الجنة ونسيان كل شقاء وبلاء في الدنيا بغمسة واحدة في الجنة. تعالوا نبدأ بالشق الثاني اللي هو نسيان كل شقاء وبلاء بغمسة واحدة في الجنة. الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بقى في المقابل ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، إنسان فقير جدا ومعدم ومريض ومبتلى وكل أنواع البلاء في الدنيا سلطت على هذا الرجل، ولكنه كان عابد لله، كان عابدا لله وكان راضيا عن الله. فيغمس غمسة واحدة، غمسة ما تسويش حتى ربع دقيقة، فيغمس غمسة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. يبقى هنا ينسى كل شقاء وبلاء مع أول غمزة، فوق ده كله يخلد في الجنة كما أوردنا الأحاديث في الحلقات الماضية عن أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار، ثم ينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون: هل تعرفون هذا؟ يقولون: أجل، إنه الموت. ثم ينادى على أهل النار: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، يقولون: هل تعرفون هذا؟ نعم، إنه الموت. فيذبح الموت بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد ويقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. والحديث الأخير أنه ينادي مناد يوم القيامة على أهل الجنة: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. يبقى أول نعيم معنوي لأهل الجنة ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة اللي هو الخلود ونسيان كل شقاء وبلاء مع أول غمسة في الجنة. النعيم الثاني وداع التعب. خلاص تعبنا في الدنيا كتير وشقينا كتير ويعني وشفنا أشياء، تعبنا بجد ومحتاجين نرتاح، الراحة بقى في الجنة. يقول جل وعلا: خطوفها دانية. وقيس على كده بقى كل نعيم الجنة. نفسك تاكل تفاحة، نفسك تاكل عنقود عنب، نفسك تاكل أي فاكهة، تيجي بس تنظر إلى التفاحة تلاقي غصن التفاح نزل لك لحد عندك، وتقول لك الشجرة: لقد سخرني الله عز وجل من أجلك. يعني أنت ما تتعبش نفسك، أنت هنا باشا، أنت هنا ملك، لقد سخرني الله عز وجل من أجلك. احنا بنقول خطوفها دانية فالكاميرا عمالة بتقرب يعني فايه عشان يبقى المنظر واقعي، يعني خطوفها دانية. نفسك تاكل ايه؟ والله لقيت طير كده بيطير في الجنة، وهو بيطير في الجنة انا نفسي ان الطير ده اكله، فيخر الطير بين يديك مشويا. مش لسه بقى هتذبح وتبع الشريعة الإسلامية ولا مش تبع الشريعة ولا مذبوح على مش عارف ايه، واخد بالك؟ لا، يخر الطير بين يديك مشويا. فسبحان الملك، نفسك في ايه؟ نفسك في اي حاجة، اي حاجة تخطر على بالك. والله نفسي ازور اخويا فلان في الجنة. طب انت ملكك في الجنة بما يوازي انك تمشي فيه 2000 سنة. معقولة همشي 2000 سنة في الجنة عشان اوصل لاخويا؟ لا لا لا، انت لك في الجنة فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون. ربنا اللي قال كده ووعد ووعدوه الحق سبحانه وتعالى. فاول ما تشتهي ان انت تشوف اخوك في الجنة تلاقي نفسك في المكان اللي فيه اخوك في الجنة في لحظة في ساعتها. طيب انا والراجل بقى يعني ايه صاحب مزاج؟ انا عندي 4 انهار في الجنة: نهر من ماء ونهر من لبن ونهر من خمر ونهر من عسل، كما جاء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب انا ما بشربش من اي انهار تانية، بالبلد كده ما بغيرش الماء اللي بشربها. وانت رايح على مسافة 2000 سنة تزور اخوك، الانهار بتاعتك ماشية وراك. طب انا ما بمدش ايدي واشرب، انا اتعودت ان انا اتخدم في الجنة، الغلمان بتوعك معاك. طب انا نفسي اشوف زوجتي الحوراء مش عايز اسيبها هناك، هتيجي معاك.
كل اللي انت عايزه في الجنة تلاقيه قدام عينيك بفضل الله، الغلمان في خدمتك، الحور العين في متعتك، الاكل والشرب الحد عندك. لو انت قاعد على الارائك والاريكة ديت مثلا مش عاجباك ان انت عايز تقعد قاعدة معينة، تلاقي الاريكة ترتفع بك الى ما شاء الله ان شاء الله 60 ميلا في السماء. اللي انت عايزه كل ما تتمناه موجود وبكل راحة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سبحان الملك. يبقى رقم 2 من النعيم المعنوي لاهل الجنة وداع التعب. ما انت ممكن تتمتع، ما احنا هنا قاعدين في مكان كله متعة، مكان جميل قوي، لكن انا عشان اروح المكان دوت ولا زور هنا ولا اتمشى هنا هتعب، رجليها هتتعب وممكن ما اقدرش الف في المكان ده كله. لكن في الجنة مجرد ما تنوي تزور اي مكان تلاقي نفسك في المكان، عايز تاكل اي حاجة تلاقيها قدامك بفضل الله. يعني تعالوا نكمل النعيم المعنوي لاهل الجنة، ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب. تعالوا معنا نتهنى نعيش في الجنة، نحقق كل أمانينا، كل أمانينا، وقبل ما حتى نتمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض النعيم المعنوي لأهل الجنة. قلنا أول نعيم اللي هو الخلود ونسيان كل شقاء وبلاء مع أول غمسة في الجنة. ثاني نعيم وداع التعب. ما فيش تعب في الجنة، أنت هناك ملك، ملك تتمتع زي ما أنت عايز. رقم 3 وداع الحزن. ما فيش حزن. قال جل وعلا عن أهل الجنة في الجنة أنهم يقولون وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحزن سببه إيه؟ سببه حاجتين، خوف من الدنيا وأمور الدنيا، وخوف من الآخرة. خوف في الدنيا الإنسان خايف على رزقه، مش عارف بقى يا ترى أنا هقدر أستمر في الشغلانة دي ولا لا، يا ترى هقدر أتوظف ولا مش هتوظف، يا ترى يا ترى. طب والأولاد ومستقبل الأولاد ومشاكل الأولاد والأكل والشرب والخوف من بكرة والمستقبل، وكل ده عامل رعب لكتير من الناس اللي قلوبها ما فيش فيها يعني يقين وثقة فيما عند الله سبحانه وتعالى. طيب وخوف الآخرة، قاعد في الدنيا وعايش في الدنيا حتى لو كان متمتع، خايف انه عياذا بالله بعد الموت انه يتعذب في القبر، خايف من الصراط، خايف من الميزان، خايف من يوم الحشر والقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، خايف من النار. لا خلاص كل ده راح، مفيش احزان دنيا ولا احزان اخره، لانك انت الان في الجنه. واحنا بنذيع هذا الخطاب من الجنه، اهل الجنه بيقولوا يا جماعه الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، الحمد لله مفيش احزان خلاص. لا انا خايف من ان ابني يموت او ان بنتي تعمل حادثه او ان ابني يمرض او ان زوجتي يحصل لها حاجه او ان ابويا وامي يفرقوني، ابويا وامي يفرقوني ويموتوا او ان انا افارقهم، محدش خايف من اي حاجه، لانك الان اصبحت في الجنه. يا فيها مرض ولا فيها خوف ولا فيها إفلاس ولا فيها موت حد من حبايبك ولا فيها أي فراق بينك وبين حبايبك، كل أنواع الأحزان محيت من الجنة. الجنة هي بلاد الأفراح بس وخلاص، ما فيش فيها غير فرح وسعادة وسرور وهناء ونظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، ده أجمل ما في الجنة. رقم 4 وداع السخط. من النعيم المعنوي انت في الدنيا صليت وحاسس ان ربنا راضي عنك، لكن بعدها بساعتين ثلاثة عملت معصية كبيرة جدا وحاسس ان ربنا غضبان عليك، وبعدها عملت طاعة وحاسس ان ربنا راضي عنك، وهكذا تتنوع احوالك وتتفاوت ما بين الرضا والغضب، الرضا والغضب. في الجنة بقى ما فيش غير رضا وبس. المولى عز وجل يطلع على أهل الجنة يقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ قالوا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. يقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ شفت كل النعيم اللي أنتم فيه ده، النعيم الحسي ده كله، وأي شيء أفضل من ذلك يا ربي؟ يقول أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر نعيم الجنة قال بعد إيه؟ قال ورضوان من الله أكبر. يعني رضوان من الله أكبر من نعيم الجنة وأكبر مما في الجنة من النعيم. رقم 5 من ضمن نعيم المعنوي لأهل الجنة نقاء القلب وسلامة الصدر. مش ربنا اللي قال كده ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا في حقد ولا في حسد ولا في رياء ولا في نفاق ولا في ضغينة ولا في كره. الحب بيجمع أهل الجنة، وأهل الجنة عايشين في نقاء قلب
قلبي وصدري لا يعلمه إلا الله. والنقاء ده يتم فين؟ قبل ما يخش الجنة مباشرة عند القنطرة، يخلص المؤمنون إلى قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. يعني لا يؤذن لنا بدخول الجنة إلا بعد تنقية القلوب والصدور، تصبح القلوب طيبة مباركة لا فيها حقد ولا حسد ولا أي حاجة، ليس فيها إلا الحب والوفاء والإخلاص بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 6 من النعيم المعنوي، بل من أعلى أنواع النعيم المعنوي، صحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا في الدرس اللي فات لما ربيعة النبي بيسأله بيقول له سألني شيئا يا ربيعة، قال له أسألك مرافقتك في الجنة، مع إن ربيعة ده عنده 17 سنة ومن أهل الصفة وفقير وما عندوش بيت ولا لا يأكل، كان ممكن يقول له يا رسول الله شقة وعروسة، لكن ما قالوش، قال له أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله. فالنبي قال له فاعني على نفسك بكثرة السجود، إلى آخر الحديث. حديث الثاني حديث المحب، الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي وولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وآخر حديث حديث الرجل الذي جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. قال له صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يبقى صحبة النبي في الجنة نعمة عظيمة ولذة معنوية من أعظم اللذات في الجنة. لو عايز حضرتك ولو عايز حضرتك لو عايزين نقرب من النبي في الجنة ونكون في صحبة النبي في الجنة علينا بحسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أحاسنكم أخلاقا، كل ما أخلاقنا تبقى أحسن كل ما نقرب أكتر وأكتر من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رقم 7 من ضمن اللذات المعنوية، وإحنا قلنا هم 8 بعدد أبواب الجنة، لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، ودي هنتكلم عنها بتفصيلها بقى في كلامنا عن يوم المزيد في الجنة لما يوصف لنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم المزيد. النظر إلى وجه الله، قال جل في علاه وجوه يومئذ ناظرة، إيه السبب؟ إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة، وزيادة اللي هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. ويتفاوت يا جماعة النظر إلى وجه الله من حيث حاجتين، من حيث اللذة ومن حيث العدد. طب من حيث اللذة ديت بناء على ايه؟ بناء على عمق الحب اللي في قلبك لله، يكون لذة النظر الى وجه الله. بمعنى ولله المثل الاعلى، انت بتحب فلان وفلان لكن بتحب فلان اكتر من فلان، فلما بتبص لفلان اللي انت بتحبه اكتر بيبقى نظرتك ليه فيها لذة ليك اكتر من لذة نظرتك للي انت ما بتحبوش قد دوت، صح كده ولا لا؟ يقول لك انا بتلذذ ان ابص لفلان لاني بحبه، وفلان ده ما بحبوش قوي فما بتلذذش يعني، وفلان ده انا بكرهه انا بتحب لما ابص له. سبحان الله، ولله المثل الاعلى. فعلى قد حبك لربنا على قد ما ربنا يقذف في قلبك لذة النظر الى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ده من حيث اللذة. طب من حيث العدد، كل ده على حسب اعمالك وعلى حسب قربك وعلى حسب ايمانك بالله سبحانه وتعالى. فهناك من ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في كل يوم جمعة، والجنة ما فيهاش أيام لكن هي بمقدار الجمعة اللي هو يوم المزيد. يوم الجمعة هو عيد لينا في الدنيا وعيد لينا في الآخرة، فهو يوم المزيد. في الجنة بقى في ناس بتشوف ربنا أو تنظر إلى وجه الله كل جمعة، وفي ناس بتنظر إلى وجه الله بكرة وعشية. يشوف ربنا الصبح ويشوف ربنا، مش عايز أقول صبح وبالليل إن الجنة برضو ما فيهاش ليل، يعني يشوف ربنا مرتين في كل يوم. سبحان الله، متعة غير عادية في الجنة. ربنا يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ذكرنا 7 أنواع من النعيم المعنوي لأهل الجنة. آخر نوع من أنواع النعيم المعنوي لأهل الجنة بعنوان وما خفي كان أعظم، لأن الجنة ربنا قال عنها إيه؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت
ولا خطر على قلب بشر، فمش هينفع حد يعرف اللي خفي ده في ايه بالظبط، لان دي مفاجآت في الجنة. ولذا قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله، يبقى في نعيم في الجنة مستخبي ما تعرفوش. ولذلك ربنا لما تكلم عن الصابرين قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما تسألش. ولما كان الصوم من الصبر قال جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، برضو ما تسألش. كذلك النعيم اللي مستنيك في الجنة ومستنيك في الجنة، في نعيم خفي لا يعلمه إلا الرب العلي سبحانه وتعالى. ودي مفاجآت يا جماعة، إحنا عمالين بنوصف في الجنة في حدود ما وصلنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لكن ما خفي كان أعظم. والله الذي لا إله غيره، في مفاجآت كبيرة يا مؤمنين مستنياكم في الجنة، بس بشرط تؤمنوا بالله وتتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجتهدوا في طاعة ربنا وتبعدوا عن المعصية، ولو وقعت في معصية غصب عنك تب إلى الله وارجع إلى الله. أسأل الله أن يجمعنا في أجمل يوم في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا معنا نتهنى، في يوم هنعيش في الجنة، نحقق كل